ايه؟ جاية علشان تضربني تاني وتطلع عقدك عليا؟ والله العظيم يا رحاب انا ما عرفت حصل ازاي. حاسس اني ما كنتش انا ولا ايدي كانت ايدي. حاسس اني ما كنتش في وعي من اساسه. انا اللي ما كنتش في وعي لما وافقت عليك. انا لو كنت اعرف انك هتعمل كده ما كنتش سمحت لك حتى تفكر فيا. حاجة كلام ما تزعليش. انا عارف اني غلطت غلطة كبيرة أوي كمان وندمان عليها ندم الدنيا والآخرة. ترحب حبيبتي المفروض أشيلك فوق راسي مش أمد إيدي اللي عايزة أقطعها دي عليكي. أبويا الله يرحمه كانت البلد كلها بتهابه، عمره ما مد إيده عليا. رحب بنت الحاج غالب تتشال على الراس، تتشال على راس الناس كلها وكسر دماغ أي حد يقول غير كده. ماشي يا أخويا الكلام سهل بس الأفعال بقى للرجالة وبس. طب يا ستي مقبولة منك. ودي راسك أبوسها. اوعى كده ما تلمسنيش. يا مرحب بالغالي، نورت الدنيا. والله ما في اغلى منك، انت حبيبي، فرحه الفيلا باينه في عينيك صح؟ ربنا يديمها نعمة. ايه اللي جابك على الصبح كده؟ والله انا اللي جابني يا مداح عندي خبرين، واحد حلو قوي والتاني مش هيعجبك. طب قول لي الحلو بقى واللي ده انا خلوه، انا مسامح فيه. ماشي حلوه دي. ادم اتصل عليا وقال لي ان اخوه طلق مراته وطردها كمان من البيت. يعني العمل اشتغل والراجل طاير من الفرحه. وانت كنت مستني حاجه غير كده يا سمير؟ لا 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 خالص، انا كنت بطمن قلبي بس. وايه الخبر التاني؟ انا هسيب اللي جاب الخبر هو اللي يقوله لك. يا صباح الفل. صباح الخير يا عم. صباح السعاده والهنا على الناس الرايقه. وايه رجعتوا لبعض ولا ايه؟ مش فاهم، هو احنا كنا مرتبطين ولا ايه يا صابر؟ الف مبروك على الفيلا يا صابر، أحلى حاجة فيها إنها لايقة عليك. الله يبارك فيك يا عم. يا صابر في حاجة مهمة لازم تعرفها عشان أنت الشخص الوحيد اللي هتاخد القرار بنفسك. حاجة إيه؟ الشيخ مصباح يا صابر هيعمل عليك حملة كبيرة قوي يهاجمك فيها. أنا عندي مليون طريقة سكته بيها. لا سيبهولي أنا. أنا أعرف سكته إزاي. نشوفه. طب بقول لك إيه بقى يا صابر؟ احنا من ساعة ما اتقابلنا والمفروض ان انا اعمل معاك حوار اعرفك على الناس والناس تعرف معجزاتك. مش انا الاوان ولا ايه؟ هيحصل يا عم بس مش اوان. انا كمان من رايك يا صابر، شغلك هو اللي لازم يعرفك على الناس. العالم كله لازم يعرف مين هو المداح. بس نتقل شوية.
الو، ايوه مين؟ اه يا عم انا عايز السلام. هو مين معاه؟ ايه قناتي؟ اه طب انتوا عايزين انا ولا انت متاكد من الرقم؟ اه لا انا خريج اعلام. اه طب بص، لا قولي على العنوان تاني والميعاد وانا مسافه الطريق بالظبط وهكون عندكم. تمام، ايوه طبعا تمام، ماشي، الف شكر، سلام. هي كانت قاعدة زيك كده بالظبط. هي مين؟ مراتك. يا عيني الأعمال والسحر كانوا مطيرين النوم من عينيها. سحر يا منال؟ أنا مال أنا ومال الكلام الهبل ده. مالك إزاي؟ ما أذاه شكله طلق أنت كمان. هو مين؟ صابر. زي ما ربط رحاب ربطك عشان ما تشوفوش خير أبدا. صابر ماله ومال الموضوع؟ ما هو بعد وساب وبمزاجه ومش فارقة معاه حاجة. كانت مش فارقة لما هي كانت لوحدها، إنما إزاي يسيب زين يتهنى؟ ما قالتش راحت فين؟ زمانها راجعة. وتروح فين؟ ربنا يهدلكوا الحال يا رب. دي برضو أختي وبتمنى لها كل خير. وعلى فكرة أنا بقول لك كل اللي أنا عارفاه عن صابر، لأن أنا عارفة إن هو سماوي وبيحب ياخد كل حاجة لنفسه، واللي ما يطولوش ما يسيبوش لغيره أبدا. وأنت بقى عارف عفاريته لو حضرها. عفاريته على نفسه؟ عفاريته أنا عارف صفها إزاي؟ أنا عايزة أرجع لأختي حقها. إيه؟ لو كان أبويا له وجهة نظر في اللي عمله، فأنا ممكن أحقق له اللي هو عايزه بس بطريقتي. أستاذ رحاب، أنت ما تضمنيش أختك هتتصرف إزاي لما تديها ورثها؟ وديك قلتها، ورثها يعني حقها. والعلاقة ما بيني وما بينها مش محتاجة بوظها. أنا مش عايزاها تتشحن عليا أكتر من كده. على العموم انا همشي في اجراءات اعلام الوراثه، بس من واجبي ان انا احذرك، انت ما نفذتيش وصيه الحاج ومنال قبل ما تعرف. مش هتعرف الا لو حبيت انا انها تعرف. فهمتك. سبحان الله على ايه؟ اللي يشوفكم ما يقولش ان انتوا اخوات ابدا. الإخوات مش بشهادة الميلاد يا متر، الإخوات بالعشرة والولد. تمام. اسمع يا ابن سلام، أو يا ابن اللي ما يعرفلوش اسم أنت، لو ما بعدتش عني وعن مراتي وعزة جلال الله أخلي سيرتك على كل لسان، وخلي اهلك ياخدوا فيك عزاك. ده ان كان لك اهل من اساسه. انا سيرتي لما بتيجي على لسان الناس، الناس بتحترمها وبتحبها. انما انت سيرتك لما بتيجي على لسان الناس يا زين، الناس بتقول اخص، رغم ان ليك اهل. طب الظاهر كده ان اللي انا قلته انت ما قريتوش كويس. يا صابر انا المره دي مش جاي اهوشك. ابعد شياطينك عني انا ومراتي احسن لك. ليه؟ هو انت دلوقتي بقيت تخاف من شياطين يعني؟ انا ما بخافش غير من اللي خالقني. طب طالما بتخاف من اللي خلقك، ماشي في السكه بتاعتك دي ليه يا زين؟ في ايه؟ انت هتربيني ولا ايه؟ جاي لي ليه يا زين؟ جاي لك تفك السحر اللي انت عامله بيني وبين مراتي. ليه؟ هو في حاجه حصلت لا قدر الله؟ ما يخصكش. طب جاي لي ليه؟
ماشي يا زين، انا عامل لك اللي انت عايزه وهرضى عنك وهسيبك تعيش في سلام، بس ليا شرط. شرط ايه؟ تتجوزني اختك. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.